تحفظ الحرية لها لا زال يعني جزء من الحرية التغيير، مع أنه يعني احنا مؤسسين الحرية. طيب معناها الحرية والتغيير بتفاضل الحرية التغيير؟ لا لا احنا يعني الوضعية مختلفة، الوضعية مختلفة لأنه الحركات المسلحة دي عندها جانب عسكري وجانب سياسي. احنا يعني بقينا عندنا دورين، دور يعني جماهيري سياسي مع القوى السياسية، ودور ثاني خلال انه احنا تكون خارج خرطوم. زي ما ذكرت انه احنا جينا كوفدي كاول كوفدي تاخذ حسن النوايا بعد تغيير النظام. البعض ينظر الى هذا انه يعني سعي وراء السلطه وتقسيم للسلطه، يعني طالما انكم مع الحريه والتغيير تشكل الحكومه والموضوع يمشي خلاص. بالتاكيد لا، بالتاكيد لا. يعني صحيح طبعا انا ما داير ارجع موضوع من اولها عشان اقدر يعني افسر مجريات الاحداث من الاول لحد تم تكوين ديما، محتاج لكلام طويل لكن في حلقات باذن الله. لكن باكد لك انه احنا يعني عندنا ملفات عامه من ملفات مهمه جدا لابد من الجلوس حولها والتفاوض حولها ما 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 من ضمنها على وجه العجله. نعم، من ضمن هذه الملفات المهمه ملفات التفاوض بشكلها السياسي والعسكري وكل الملفات، من ضمنها التعويض النازحين واللاجئين، ومن ضمنها يعني الملف السياسي وحتى السلطه. يعني انا عشان انفذ الحاجات، انفذ الاتفاقيات الموجوده، او انا يعني اقدم خدمه للناس اللي انا من اجله 18 سنه قدمت التضحيات، لازم اكون في 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 في, في لهم دور تنميه، يرد نازحين حاجات كثيره جدا بعد الترتيب. طيبه لحياه طيبه.